السلام عليكم أحبتي. أنشطة اليوم تندرج ضمن محور التغذية الموجه لرياضي الأطفال. بالنسبة للنشاط الأول هو نشاط تصنيف الأغذية الصحية والأغذية الغير صحية. سوف نستعمل الأوراق التي تشاهدونها أمامكم، سوف أترك لكم رابط تحميلها في صندوق الوصف، حيث يقوم الطفل بقص الأوراق وإلصاقها في المكان المناسب ليتمكن في الأخير من التفرقة بين الغذاء السليم والغذاء الضار. بالنسبة للنشاط الثاني سوف يقوم بتصنيف الأغذية حسب الوجبات. نقوم باستعمال أوراق المغازات، يقوم بقص الأغذية ونحضر 3 أطباق، ويضع في كل طبق مثال الطبق الأول الأغذية التي يقوم بتناولها في فطور الصباح، يقوم بقصها ولصقها في الطبق الأول. ثم الطبق الثاني يقوم بقص الأطعمة التي يمكن تناولها أو التي يتناولها عادة في الغداء ويقوم بإلساقها، وكذلك الطبق الثالث ويكون مخصصا للعشاء. ونراعي هنا أن تكون الأغذية المقدمة أو صور الأغذية المقدمة للطفل هي أغذية صحية، ونركز أثناء النشاط على أهمية هذه الأغذية في بناء جسم الطفل وزيادة نسبة ذكائه لتشجيعه على تناول الأطعمة الصحية. في الختام شكرا لكم والسلام عليكم.